نديرو نجربو هاد السيارة العجيبة. والله لا عجيبة اخويا، عجيبة السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من مارينا. درك راني جيت لمارينا سعيدني باش ندير لكم واحد الجولة خفيفة في مارينا. خليكم معايا ما تنساوش، قبل ما نمشي ندير لكم واحد الجولة خليونا جامل لا فيديو وشي كومنتيرات. يلا ونمشي. فوالا خوتي، انا وصلنا المارينا، اجواء صيفيه، بدا يدخل داك الجو ديال الصيف، ولكن واخا هكا كاين شويه الدواء مشمش، ولكن هنايا في مارينا كاين شويه البرود. صاب الصماد شو كاين تما الحوت الحوت راه كيبان هنايا، راه غادي نقلب لكم نشوف واش تقدروا تشوفوا. شوفوا خوتي الحوت تبارك الله شحال هنايا. يلا خوتي دروك غادي نمشيو نديرو واحد الجوله في هاد سمحوا لي خوتي راني مريض، راني كنت مريض داكشي علاش غبت واحد الايامات. ندخلو نشوفو الاجواء، راهم بداو يوجدوا الصيف، هما كيبدلو باش يوجدوا الفصل الصيف. نمشيو من هي هابط ونضرو على اليمين، هيا بينا. الجو راه مشمش، انتم راكم تشوفوا في الفيديو الدعوه مشمشه، ولكن البرد سبب الصمد راه ضرب الجاكيطه ديال شهر شهر واحد. الله يلا يا خوتي، راه واحد البرد هنا. والهيات كاينه المرصى ديال البواخر اللي كيخرجوا يصيدوا في الليل، كيجيو في النهار يستاسيوني تما. الدعوة تصفر في هاد المارينا يبان. وهنايا كاين هادوك السيارات الكهربائية اللي كيكريوهم، وهاد الموبيلات عاوتاني تا هما نتاع الضو اللي بغا يكريوهم يدير بهم دورة. ها هما كتعطيك هنايا شحال تمشى، وفيها لي مود. يلا اجي نوريكم هاد السيارة العجيبة، كنت غادي نطيح. شوفوها وكل الثمن ديالها شحال باش ديروا بها واحد الدوره هنا في مارينا السيد. اجي يا سيدي، هاي هي طويل وهي صغيره، ولا لا سيدي ولا حزام السلامه كاين فيها الركبه واعر. الله يا طوا او فرون لا يتحل ولا لا؟ ما يتحل. شوف اخوتي من الداخل كيتبان. والله الا واحد الفيوار كتكون هكا تبان لك المرايه منا والمرايه منا، نتاع الوسط ما كايناش. الكونتاك ها هو، شوفوا ها هو الكونتاك. نشوفوا واش كاين هنا. سيدي تمشى قال لك 65 كيلومتر بهاد لاشارج اللي راه فيه، وكاين السينيال اغوش لا ادروات اغوش. اي اي لا كليم السينيال تاع 4. الثمن ديال هذه باش دير بها واحد الدوره نص ساعه ب 250 درهم، اللي بغى يدير بها شي دوره هنا وساعه ب 500 درهم. يلا جربوا نتوما هاد السياره ولا لا. صيف صامت كي جاتك الركبه وريح. والله الا ركبه عجيب. ودرك انايا بغيت ننزل وبقيت ندبر على هذيك تاع اللوطو اللي كيديروا لها هكا اللي كاينه نورمال. وشوف هو باش تحل بهاد بهاد السنطه، هاد كتجبد هاد السنطه وهي كتحلها. اشكال هاد اللوطو هاد. وكاينه هاد السياره العجيبه الاخرى، هادي شوفوا غير صغيره راه كتهزوش. نجي نشوفو هاد السيارة غير قداك، غير قداك فورت كلي.
تيزدو زوج بلايص. عندها الحبلة ديال فيراري. هذه مريحة للخر. صح؟ كيف جاتك السيارة؟ شفت لي راه يقلت اللور واحد. لا لا واش هو الاخرى زينه منين قدامك داك الشخص الواحد كتوانسو انت وياه مليح. حتى هذه خوتي الثمن ديالها 250 درهم للساعه و 500 درهم للساعه. يلا نمشيو. او مين غادي تجيو المارينا؟ غادي تلقاو الصديق ها هو هنايا حسام. تولوا على حسام ويطلع فيكم سي حسام مرزاق هو اللي عطانا هاد السيارات نركبو فيهم ونجربوهم ونوريهم لكم. كنديروا نجربوا هذه السياره العجيبه. شوفوا راه كاين هنايا الكونترول، كاين اير مارش اريير والان بامور ودي درايف دي هي بروميير والان بامور بامور والاير مارش اريير. دروك باش نتمشاو راها الان راها بامور. غادي نوطع الفران تيراتور والفران كتوطع الفران ودير الدي هي الدرايف. طلق رجلك على الفران وتكسيري غير بشويه وغادي تمشي. ها هي عجيبه. شوفوا شحال كتجري طوب السبيد ديالها. اي 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 يا لها الروعه. الصمصمات كي جاتك الركبه؟ لا ممتعه الركبه ممتعه والله. لا عجيبه اخويا عجيبه والله. دير واحد وتقدر تمشي بها حتى للسعيديه وتجي على حسب الوقت نتا. نص ساعه راك تمشي. نص ساعه راك تمشي للسعيديه باش مخير هادشي اخويا. انا اخويا عجبتني هاد الركبه هادي. شوفوا نديرو لها اوب اوب. راني نستنى نسمع الحس تاع الموتور. هو ما كاينش الحس. والمرايات شوف داك الشيء طوب. نديرو هنايا دوميتور ونوليو. روح تاع الهوا ديرو دوميتور. نمشيو نشوفوا الاجواء هنايا رائعه جدا في مارينا السعيديه. كاين هنايا الباطويات ايوا ورانا انا والسيف الصامات. اريدري نقلب لكم الكاميرا باش نبانو. ولا من قلب السيارات العجيبه. السياره العجيبه هذه والله الا خوتي لا ركبه واعره. الصامات ندير دوميتور. يلا روح. فين غادي اخويا؟ فين بغيت تمشي؟ نوصلك المارينا ولا ركاب؟ صافي غير كسيري وروح عبد الصمد ما طريتش. عبد الصمد غادي تشتغل معنا القيادة السريعة. اوه هاي ركبة فيها ركبة عجيبة وغريبة. اوب اوب اوب. شوف الصمد كي جات في القيادة. واعرة واعرة كاع. اي اي اي. نديها معايا البركان هذيك. نمشيو بها البركان؟ شوفوا السقف. اي اي اي. المهم اخوتي مرحبا بكم. اللي بغى يكري هذه السياره والله الا واعره ركبه فيها الصراحه. بصمد توافقون الراي؟ وافقك الراي. والله الا واعره واعره واعره. سي حسام ها هو فين راه؟ والله الا هذا الولد زين غير واحد عنده يتهلا فيكم. وقفنا في وسط الطريق وقفه في وسط الطريق. الى هنا اخوتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال مارينا ونتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده وفوت معنا واحد الوقت زين مارح مع ديك السياره العجيبه والغريبه. المهم خوتي ما تنساوش تبارطاجيو وتخليو لنا تعليقات ايجابيه كما العاده وديروا لنا جيم الله فيديو. شكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.